والآن مشاهدينا فمع أحوال الطقس ووقفة أخيرة وثالثة مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك رغدة، والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية 30-24، مطروح 30-24، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 37-25، السويس 35-25، العريش 32-24، طابة 36-25، شرم الشيخ 39-28، الغردقة 38-29، الأقصر 40-27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 37-26، وأخيرا حلايب 35-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.